الحمد لله العظيم على إكرامه العظيم لنا بنبيه العظيم سيدنا محمد، وأسرار وعظمة الإله العظيم الذي له كل العظمة، ولا عظيم إلا من عظم، ولا عظيم إلا ما عظم. وإذا عظم شيئا جل جلاله فقد جعل نيل العظمة في القرب منه بتعظيم ذلك الذي عظم. وقال جل سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال أهل العلم والمعرفة إن أعظم شعائر الله، ومعنى الشعيرة المعلم من معالم الدين الدالة على أمر الله، أعظم الشعائر خمس: محمد رسول الله، والقرآن الذي نزل عليه، والكعبة المشرفة، ورمضان، والصلوات الخمس. فهذه الشعائر الخمس أعلى وأعظم شعائر الله، وكل معلم من معالم دينه فهو من شعائره، وكل ما يدل على أمره ووحيه ودينه فهو من شعائره. ولكن هذه أعظم الشعائر، وأعظمها الذات المطهرة الشفيع الأعظم صاحب الجاه الأوسع الأفخم الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الحاضرون في هذا المحضر، وكل من عظم على ظهر الأرض من جميع المكلفين شيئا غير ما عظمه الله، فإنه وما عظمه وتعظيمه لذلك الأمر إلى اندحار وإلى اضمحلال وإلى صغار وإلى ذلة وإلى هوان أبدي والعياذ بالله. لأن المملكة مملكة واحد، والملك لواحد، والأمر لواحد، وإليه مرجع الأولين والآخرين جل جلاله وتعالى في علاه. وقد جاء في الخبر أن من المسلمين المؤمنين من يصاب في إيمانه بتعظيم شان الدنيا وإكبارها، ويكون له أعمال صالحة وخير، ثم يكون من جزائه في الآخرة أن يرفع على رؤوس الأشهاد، ثم ينادي المنادي: ألا إن هذا كان يعظم ما صغر الله، فيتساقط وجه لحمه من الخجل أمام الموقف الكبير. بل كان له قيام وكان له صيام، لكن كان قلبه يعظم الدنيا وأهل الدنيا. إذا علمت ذلك فإن اجتماعنا هذا في هذا اليوم المبارك تحت اسم المدثر نبينا الطاهر المطهر السراج المنير المنور صلى الله عليه وسلم، متصل بتلك العظمة الإلهية، عظمة الإله الذي له العظمة، ولا عظيم إلا من عظم، ولا عظيم إلا ما عظم جل جلاله وتعالى في علاه. وأسرار الاتصال بهذه العظمة توقع في قلوبنا ذكريات العظماء بتعظيم الله من الذين مضوا على منهج الله جل جلاله وتعالى في علاه. فقد أراد الله بهذه البلاد خيرا حين أوصل إليها نور الإسلام، حين أوصل إليها نور الإيمان، حين أوفد إليها من الصالحين، حيث هيا فيها من القلوب التي كانت أرضا خصبة صالحة للبذر الأسمى، للبذر الشريف الأعلى، لبذر حقائق الإيمان والتوحيد والأخلاق. فتلقت قلوب أهل المنطقة الكثير من ذلك، ومنهم من بالنظر إلى وجوه أولئك المفلحين يتحرك قلبه للإسلام ويسلم، ومنهم 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 وبرزت فيهم أخلاق. فوجود الإسلام من أول ما دخل وتغذيته وتنميته بالأكابر الذين مضوا وتوافدوا وفدا بعد وفد من هنا ومن هناك، ومنهم مشايخنا الذين اتصلنا بهم واتصلت أسانيدهم بأكابر الأمة
وأخيار الأمة وفضلاء الأمة قرنا بعد قرن إلى سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعامة أسانيدهم راجعة إلى الإمامين العظيمين الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي عليه رضوان الله سيد طائفة آل باعلوي وإمام الأقطاب في زمان عليه رضوان الله جل جلاله وتعالى في علاه، والإمام المهاجر أحمد بن عيسى أول من وصل إلى حضرموت من أهل البيت الطاهر وأقام تلك الراية، راية الأدب والخضوع والخشوع والتقوى والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والبذل في سبيل الله. أخرج أموال معه من البصرة ومنها أحمال على جمال من الذهب الخالص أنفقها في سبيل الله جل جلاله وفي نشر راية الحق والهدى، واتصل بصلحاء الوادي المبارك في حضرموت من أقصاه إلى أقصاه ابتداء من دوعا أول ما نزل فيه ومرورا بالجهات إلى الهجرين ومنها والقرى إلى حواليها إلى الحسيسة ما بين سيغون وتريم، واستقر به المقام هناك وتوفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن قد حمل بسر أدبه مع الله ووراثته للمصطفى أسرار البلاغ عن الله، فحمل الملايين من أهل الدلالة على الله تبارك وتعالى انتشروا بعد، سواء الذين جاءوا من صلبه أو الذين اتصلوا بطريقته من الصالحين فانتشروا في شرق الأرض وغربها، ولأفريقيا حظ منهم ونصيب منهم وردوا إليها وقاموا فيها وأقاموا بها، فانتصبت لهم أعلام مرفرفة بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. هذا يذكرنا بأسرار العظمة الإلهية التي عظم الله بها من شاء أن يعظم وخصص بها من شاء أن يكرم من عباده الصالحين. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. وقامت هذه الأسرار ورأينا لها الآثار إلى آخر رحلة رحلناها قبل أن نصل إلى عندكم هنا، رحلنا إلى بلاد من البلاد التي قد استولت عليها روسيا والاتحاد السوفيتي من أيام قامت الشيوعية ومن قبل 150 سنة، وأدخلتها ضمن دولتها وطحنت علماءها وقتلتهم وأقامت طاحون لهم في موضع أرون إياه، وكانوا يطحنون فيها من أجساد أهل العلم وعظامهم ويرمونهم إلى الأنهار تجري هناك على إلحاد لا يؤمن بدين ولا يؤمن برسالة ولا يؤمن بنبوة ولا يؤمن بآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكانت شدة مرت وقتل من قتل ومضى من مضى، ومضت دولة من الدول الكبرى على ظهر الأرض اغترت كما اغتر غيرها بماديتها بأسلحتها بقوتها باستيلائها على أراضي كثيرة. ومر الأمر ووصل أثرهم إلى عندنا إلى حضرموت، وتولوا على تلك البلاد وولوا من لا خلاق له أو من لا تعظيم عنده لدين الله تبارك وتعالى، وقتل من قتل من العلماء وسحل من سحل واختطف من اختطف وسجن من سجن وأغلقت معاهد الدين إلى غير ذلك. ثم زعزع الله أركان تلك الدولة وقاتلوا في أواخر أيام غطرستهم إخواننا في أفغانستان، وابتدأ أولئك عملهم لا مال لهم ولا حكومة لهم ولا سلاح لهم، بل بالحجر ابتدوا، حتى مسدس واحد ما يوجد عند أحد منهم. لما ابتدأوا الأمر وقاموا بأمر الله سبحانه وتعالى وإذا بأمور عجيبة، دبابة من دباباتهم الكبيرة المجهزة بأحدث التجهيزات العسكرية في ذاك العصر يقابلها فرد ولا معه أي سلاح،
يحمل حجرا الارض يرميها ويكبر فتحترق الدبابه. وياسر من ياسر ممن كان على ظهر الدبابة ويأخذوا إلى معسكر المسلمين. وأمثال هذا حصلت أشياء كثيرة، ويقتل المقتولون منهم في بقعة واحدة. هؤلاء بعد 3 أيام وأربع أيام أجسادهم كأنها قتلت الآن ولها روائح طيبة، وهؤلاء بجنبهم في نفس المكان قتلوا منتفخة منتنة أجسادهم في حالة مزرية، وتزعزعت تلك الأرض. وكان يقول لبعض الأولياء عندنا في حضرموت: إلى متى يرتفع هذا البلاء وتسلط الشيوعية؟ قال: نريدها تجي من رؤوسها وجذورها. فكانوا يظنون أن رؤوسها وجذورها حكومتهم اللي في عدن، وإذا بالأمر أكبر من ذلك، رؤوسها في روسيا، ومحل ما نشأت وبدأت تزعزعت هناك وجاءت الآثار. فلما جاء ذلك تزعزع وتفكك الاتحاد وبدأت بعض الدول تستقل. كان ممن طلب الاستقلال أهل هذه البلدة التي زرناها، أهل بلدة الشيشان. فقالوا لأهل روسيا: نريد استقلالنا لوحدنا بعد هذه السنين الطويلة من تسلطكم. قالوا: ابقوا الأمر معلق ونتفق بيننا وبينكم، لا أحد منا يقاتل الآخر حتى بعد 3 سنين نستفتي الشعب، فإن أرادوا الاستقلال وحدهم بجمهورية وحدهم، وإن أرادوا الدخول معنا فقبلوا ذلك. فكان في أوساطهم أناس من الذين حدثني أول رئيس لدولة أفغانستان بعد حرب الشيوعيين، وكان من سلسلة أهل التصوف، من أهل الطريقة النقشبندية. لقيته لما كنت في بعض الأسفار في الدنمارك، الشيخ صباط الله مجددي، وقال: أفسد علينا الجهاد صنفان من الناس جاءوا إلينا. صنف طلبهم الحكم والدنيا ويحبون التسلط على الناس وأن يكون الحكم لهم، وصنف ثاني يبدعون الناس ويكفرون الناس وينظرون إلى الناس الآخرين أنهم على غير شيء وأن الدين معهم وحدهم. من هؤلاء أهل هذا الاتجاه قال: أفسدوا علينا الجهاد وخربوا علينا الجهاد. كذلك أصحاب الشيشان قالوا لنا: بعدما اتفقنا مع روسيا على هذا ونحن منتظرين 3 سنين وواثقين أن الشعب كله سيصوت بالاستقلالنا وقيامنا بجمهوريتنا، يا قوم من هذا الصنف الذين يدعون الجهاد على غير علم، على غير بصيرة، على غير نور، فجاءوا إليهم وقالوا: لا عهد مع هؤلاء. قالوا: لا تخربوا علينا بلداننا ولا خدمتنا لديننا. فأبوا إلا أن يقاتلوا وذهبوا يحاربون مع الروس. فقالوا لهم: نقضتم العهد. فصبوا عليهم أسلحتهم فدمروا البلاد تدمير، حتى صارت العاصمة الكبيرة لهم أطلال، ما عاد يوجد منها إلا بعض مساكن كانت للدولة صغيرة، وقد تحطمت البلاد بكلها وفر الناس منها. هذا نتيجة هذا التصرف بالفهم الخاطئ في دين الله. من لا له شيخ في الفهم في دين الله، من لا له سند في الوعي لأحكام الله تبارك وتعالى، يهدم حقائق الإسلام والإيمان. لأن نحن نعرف في تاريخ المسلمين عاشوا في مختلف الدول مجاورين ومعايشين لأصناف من الكفار، لأصناف من أهل الملل الأخرى، وكان العيش عيش احترام وعيش أمانة وعيش تعايش حسن. وهذا الذي جاء به النبي محمد. ما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقتل الناس ولا بالتعدي على الحدود ولا على المواثيق ولا على العهود ولا على الضرب الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل بنفسه عليه الصلاة والسلام راعى حقوق الجوار وراعى حقوق من يعايش من الكفار حتى المحاربين منهم من المشركين، ونقضوا العهد فجاء إليهم في فتح مكة فتمكن منه وفتح مكة، ثم لم يقتل منهم أحد، وقال: اذهبوا فأنتم الطلقة.
ولا أغير على دين الله من نبينا، ولا أشجع قلبا من نبينا، ولا أعرف بالشريعة من نبينا. وهذه كانت سيرته صلى الله عليه وسلم. بلغ الأمر فوق ذلك في دخوله إلى مكة، لما أراد أن يدخلها لاحظ كلبة هناك معها ابن لها، فزعت من الجيش وإقبالهم وقامت تحمي ابنها، فوقف صلى الله عليه وسلم، استدعى واحد من المسلمين من الجند، قال قم في هذا المكان لا يقرب أحد من الجيش إلى محل الكلبة هذه وابنها، خل الجيش يمروا من الطريق الثاني، قل لا يقرب أحدنا حتى لا يذعروها، ما رضي أن تنذعر كلبة مع ابنها الحيوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ودخل إلى مكة المكرمة، جاء له سيدنا أبو بكر بأبيه يحمله، كان قد عميق كبير السن، فيقود بيده، فأقبل، فلما أقبل على النبي قال لو تركت الشيخ مكانه أنا أجي إلى عندي. هل عرفتم كيف المعايشة، كيف الأخلاق؟ ذاك الوقت عاد لم يسلم أبو سيدنا أبو بكر، عاد ما أسلم، ولكن النبي قال شيخ كبير شيبة أنا بيجي إلى بيته، لا تكلفه يجي إلى عندي. سيدنا أبو بكر قال هو أحق أن يأتي إليك يا رسول الله، فجلس مع النبي، أخذ النبي يكلمه، وضع يده الكريمة على صدره فداواه أسلم. فلما أسلم قام النبي يهني سيدنا أبو بكر بإسلام أبيه، ودخل في دائرة دين الله. هذه سيرة النبي وهذا هديه، ولن ينتصر الإسلام في أي بلدة ولا في أي زمان إلا بهذه السيرة، إلا بمنهج هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا أهل تلك البلدة جروا علينا هؤلاء وباء كبير بفكرهم الخاطئ عن الإسلام، ودمروا أرضنا حتى انتهض بعضهم إلى علمائهم، وبعض الصالحين من العلماء في بخارى قريب منهم، فقال له ما نصنع؟ قال راجع الخبر مع هؤلاء الكفار وقل لهم نعود إلى اتفاق بيننا واتركوا البلاد، ولا عاد نقع في هلاك ما بقي، واتفق معهم. فاتفق معهم ورفع الحرب، وبدأ الناس يرجعون إلى البلاد، فجاء أهل الأفكار الخاطئة من المسلمين الذين يكفرون الناس بسرعة وقتلوا ذاك الرئيس، فانتخب رئيس آخر فقتلوا الرئيس الثاني، وانتخب رئيس ثالث، وذهب إلى عند رئيس روسيا يقول إذا تريدنا نقوم في البلاد عندي ثلاثة شروط. الشرط الأول إسلامنا وديننا لا تدخلوا فيه من قريب ولا من بعيد، نمشي على ديننا في حريتنا وفي بلدنا لا تدخل. قال لك ذلك. قال والثاني شؤوننا الداخلية في البلدة لا تدخلوا فيها. قال لك ذلك. الثالثة لا يسب الإسلام في جميع جمهوريات الاتحاد السوفيتي، فأنا غير مستعد أدخل في دولة فيها يسب ديني وإسلامي. قال ولك ذلك. فاتفق معه، قام هذا الرجل الرئيس الموجود الآن وهو ابن الرئيس الأول الذي قتل، وما كان أبوه إلا صاحب دين، وكان مفتي، وكان صاحب طريقة أخذها عن أبيه وعن جده كذلك وعن من كان في زمنهم من العلماء. فقام وأقام الأمر، فجاء يحاربه هؤلاء من المسلمين، فنصره الحق سبحانه وتعالى واندحروا. فإذا بالبلد تتحول في خلال 4 سنوات رأيناها بأعيننا، تحولت من مدمرة إلى معمرة، والمشاريع فيها كلها قامت، والمساجد بنيت، في كل مسجد في كل شهر يفتتح مسجد مسجدين ثلاثة، يبني ويفتح يبني ويفتح، والمدارس قامت والجامعات قامت، وحضرنا تخريج الدفعة الأولى من الجامعة بناها في محل المطحنة اللي كان يطحن العلماء فيها، أقام فيها جامعة لعلم الشريعة. سألت رئيس الجامعة انت هون الإقراء عندكم في المواد؟ قال في الفقه منهاج الإمام النووي قرأناه. والقوم على الطريقة وبواسطة الطريقة والاتصال بالصالحين من عباد الله حقق الله لهم النصر. كتب واحد في 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 جريدة في روسيا سبعة للنبي صلى الله عليه وسلم،
فاتصل رئيس هذه البلدة برئيس روسيا يقول له اتفاق بيننا وبينكم لا يسب الإسلام. الله. فاليوم إما اعتذار يقدمه الرجل وتعتذر الصحيفة وتنفي هذا الكلام، وإلا نرسل من جندنا ومخابرتنا من يعرف يتصرف مع صاحب الصحيفة. قال وانت قايم الآن اجلس. اتصل بمدير الصحيفة قال في اليوم الثاني افتحوا مجال للمسلمين يتكلمون عن نبيهم واعتذار عما سبق ولا ترجعوا لمثل هذا. فكان هذا من آثار بركة الصالحين والاتصال بهم. يوم الجمعة الماضية كنا وإياه في افتتاح مسجد من مساجدهم، فتكلم وقال لشعبه إنما أنتم فيه من الخير الآن والاستقرار والأمن والطمأنينة وقيام هذه المشاريع والمستشفيات والمساجد والمدارس والطريق المعمرة والديار تدخل كأنها بنيت من 40 سنة وهي في خلال 4 سنين. قال لهم كل هذا ببركة من مضى من أوليائنا وعلمائنا الذين أوذوا في سبيل الله، فنحن في بركته. دخلنا المسجد فأبى أن يتقدم على العلماء، ومعنا علماء من جهات متعددة، فدخلنا إلى الصفوف الأولى وجلس ورانا في الصفوف الوسطية بين الناس معظما لشان العلم والعلماء، مظهر من مظاهر العظمة في دين الله. قلنا له نحن نحمد الله دخلنا بلد أصحابها الشيوعيين اللي كانوا يحكمونها جاءوا إلى بلادنا وأخافوا الناس وغلقوا مدارسنا، واليوم نجي إلى بلادهم نفتح المدارس فيها ونقيم مؤتمر الخير فيها وننشر الدين فيها، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، وليعلم الناس أن لا عظيم إلا الله وكل ما عظم من دون الله ينهار ويهتاس. فكان الأمر كذلك. قلت له عند الوداع أنا فرحت لك بشهودك أن ما أنت فيه من الخير ببركة الأولياء، لا بعقلك ولا بجهدك ولا بشطارتك، إقامة الظاهر لابد منه لكن ما يحميك الله إلا بواسطة هؤلاء، فهذا هنا تكون لك الحماية بواسطة ذلك الأمر في تعلق القلب بأولياء الله ومعرفة قدرهم رزقنا الله محبتهم. هذا ذكرناه كل ذكرنا بمجمعنا واجتماعنا بكم في بلاد مضى فيها من شيوخنا والأولياء والعارفين، وكان كبير علماءهم يحدثنا وأن عندهم مولد لأحد السادة الجمل الليل وهم يحفظونه ويقرؤونه. قلت له هذا جده عندنا في حضرموت وهم من ألبا علوي. قال نحن كلنا في الشيشان نعرف جمل الليل هذا ونحب مولده ونقرأه. ايش السبب؟ قال شيخنا الاول الذي اقام الطريق فينا والذي نشر الاسلام في انغوشيا جنبنا واسلمت انغوشيا كلها على يده كان مجازا من قبل الحبيب حسين جمل الليل المكي من مكة المكرمة، وهذا مولده وطريقتنا كلها عايدة اليه، وهم على الطريقة القادرية اجازه الحبيب حسين جمل الليل في الطريقة القادرية لان طريقة آل بها علوي اتصلت بالطرق كلها وأخذت أسانيدها إلى أئمة تلك الطرق، أقام تلك الطريقة فكلهم على تلك الطريقة ويشعرون بهذه الآثار وبهذا الخير، وهذا مثل من الأمثلة الموجودة في زماننا. وبحمد الله حضور علماؤكم وأعيانكم في هذا المكان يشير لنا إلى موروث عندكم من أولئك الأكابر تؤدون حقه ثبتكم الله وأعانكم على ذلك، وقلوب الذين سبق لهم السعادة من أهل أفريقيا بالإيمان وكانت أرضا خصبة لغرس الخير فيها على يد أولئك الصالحين على مدى القرون. ترجمها هذه القصيدة من الشيخ سعيد، وهذه الترجمة والتواضع الذي ترجم بها لإخواننا المترجم ترجمت هذا المعنى والحمد لله على ذلك. وهذا خيط متصل بسر العظمة، إذا حافظنا عليه وعرفنا حقه وقمنا بالواجب انفتحت لنا أبواب من جود الله تعالى قرت بها عين الأحياء ومن في البرازة، فاصدقوا في الإقبال. أما هذا المركز وقيامه فأول المقاصد فيه أن يكون خادما بصدق لمراكز الصالحين الموجودة في المنطقة كلها،
وجميع معاهدكم هذه القائمة ومدارسكم القائمة نريد خدمتها من ذا المكان، ونريد مساعدتها من ذا المكان، ونريد مساندتها ومعاونتها من هذا المكان، ليكون المكان خادم لهذا التراث العظيم ولهذه المدارس التي قامت والمعاهد على أيدي العلماء وعلى أيدي الصالحين، وكلهم لهم مقاصد عظيمة، ومقصدهم الأعظم أن ينغرس في القلوب نور الإيمان واليقين، ويخرج الأصفياء الذين يحملون رايات سيد الأنبياء ورايات الأصفياء من بعده. هذا غرضهم، ولهذا الغرض على الخصوص نحب معاونتهم من خلال ما يجري من نشاط في هذا المكان، على اتصال بجميع المعاهد وخريجيها، والاتصال أيضا لمن يستعد منهم للخروج لحضرموت، وكل حبل متواصل. قال الحب علي الحبشي في شيخه الحبك العطاس، ساعة يقولون عطاسة، هبته ساعات حبشية، وكلها من مقر واحد عن سيد الرسل مروية، فشأن الأولياء والصلحة والعلماء في الأمة كشأن الأنبياء من قبل، فإنه شمس فضل هم كواكبها، يظهرنا أنوارها للناس في الظلم. وهذا حقيقة عظمة، إذا اجتمعنا على هذه السيرة وهذا السلوك نظر الله إلينا وإليكم، جاد الله علينا وعليكم. يا ربي في الجمع المبارك سر قلب نبينا وسر قلوب ورثته وعترته، وخصوصا مشايخنا وسلسلة اسنادنا إليه صلى الله عليه وسلم، اللهم سر قلوبهم وسر أرواحهم بأعمالنا، واجزي بالخير الكثير الوفير كل من ساهم في هذا المكان من البقعة وأهل الأرض، ومن تبرع بشيء، ومن قام ومن سعى من داخل كينيا ومن الحجاز ومن غيرها، الله يجزيهم بالجزاء الوفير ويهبهم العطاء الكبير، ويسير بنا وإياهم خير مسير، ويجعل العاقبة لقاء مع السراج المنير والبشير النذير في درجة دار الكرامة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، ويبارك لنا فيما أعطانا وما أنعم به علينا، ويجزي عنا أحبابنا خير وقصائدهم التي عبرت عن مواريث سلفهم وعن مواريث أهلهم، وإن كنا ما نستحق شيء من المدح، ولكن مدح الطريقة ومدح الشريعة ومدح أهلها الذين قاموا بها، فالله يجزيهم بالجزاء العظيم، ويجعلنا وإياكم وإياهم من أهل الثبات على الصراط المستقيم، ويحفظ على المسلمين في أفريقيا اتزانهم واعتدالهم وسيرتهم المرضية، ويدفع الفتن عنهم والبلايا حتى يكونون محل خير للجميع وسبب لنشر الإسلام في الجميع ودفع للبلايا والآفات عنا وعنهم. يا قريب يا مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين.